هنبدأ بالمصطلحات. أول مصطلح هو الإمبريولوجي، إمبريولوجي علم الأجنة، دراسة النمو الجنيني من أول لما الجنين يبقى عبارة عن بويضة مخصبة لحد لما يبقى جنين كبير حلو كده مستعد إن هو يتولد. ترانسبلانتيشن يعني إن أنا أجيب جزء من نسيج من جسم فرد وأنقله في حتة تانية في نفس جسم الفرد ده، أو إن أنا أنقل جزء من نسيج من جسم فرد لجسم فرد آخر. علشان كده التعريف الصح ان هو يكون transmitting a piece of tissue from its normal site to another site in the same individual or to another individual لفرد اخر. يا ريت نزود الحتة دي عندنا، هو ده معنى transplantation. embryo transfer النقل الجنيني، ان انا اجيب الجنين في مراحل تكوينه الاولى خالص 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 وهو لسه يعني زيجوت صغنون، واجيبه من مامته الاساسية وانقله لرحم ام تانية، هو ده الامبريو ترانسفير. يشترط ان الجنين يكون صغير جدا في مرحله الزايجوت او المارولا، لسه ما حصلوش امبلانتيشن او زراعه في بطانه الرحم بتاعه الام الاساسيه. وبنقول انه الامبريو ترانسفير ده مهم جدا للبحث المعملي والطب البيطري والابحاث الوراثيه. الجين ترانسفير ببساطه هو ان انا اجيب جين من كائن وازرع الجين ده في كائن اخر علشان اديله صفه جديده، بمعنى ان انا في صفة مستحسنة في الكائن الاصلي ده عايز ادي الصفة دي لكائن تاني، فانا هاخد الجين اللي بيدي للكائن ده صفته المستحسنة واحطها في الكائن التاني علشان يكتسب هذه الصفة المستحسنة. وده بيحصل كتير جدا في الزراعة علشان اكسب النباتات صفات حلوة منها حلاوة الطعم او مقاومة الامراض. بلاسنتيشن تكوين المشيمة، كل العمليات المتعلقة بتكون المشيمة من أول ما الجنين الصغنون يتم زراعته في بطانة الرحم لحد لما يبدأ يكون المشيمة ويبدأ تبادل الأغذية ما بينه وما بين مامته عن طريق المشيمة دي. الديفلوبمنت أو النمو في حياة الفرد عموما بينقسم لمرحلتين أساسيتين، مرحلة prenatal أو قبل الولادة، وهي دي بيكون يعني أثناء نمو الجنيني من أول تلقيح البويضة لحد لما يبقى جنين لحد الولادة. فمن أول تلقيح البويضة لحد لما يتولد ده بنسميها الـ prenatal development، النمو ما قبل الولادة، والـ postnatal development اللي هو من بعد ما يتولد لحد ما يموت. الـ prenatal development بيتقسم عندي لثلاث مراحل: fertilization اللي هو مرحلة التلقيح أو التخصيب، المرحلة التانية الـ embryonic stage لما بيبقى جنين ولكن جنين غير واضحة معالمه، يعني لسه مش شايف مثلا تكون حوافر صغنونة او مخالب صغنونة او عينين او قلب او رئة، لسه الحاجات دي ما تكونتش، فبيبقى لسه امبريو جنين غير واضح معالمه. بعد لما يبتدي بقى الجنين ده الاعضاء تبتدي تكوينها فيه ويبدأ الانسجة تاخد ادوار مختلفة وتتميز عن بعض بنسميه فيتس، او بيبقى في مرحلة الفيتال ستيج. السبرماتوجينيسيس او عملية انتاج الحيوانات المنوية في الميل بتتم في التستس، والتستس بيكون فيها تيوبيولز او انابيب بسميها السيمينيفرس تيوبيول، هي دي اللي بيتم جواها انتاج السبرم. تمام؟ ازاي؟ اللايننج او البطانة بتاعت الانابيب دي بيكون فيها الخلايا البدائية اللي بتنتج السبرم في الاخر، وهي خلايا السبرماتوجونيوم، خلايا السبرماتوجونيوم. تمام؟ خلايا السبرماتوجونيوم دي بتمر بكذا مرحلة عشان تكون السبرم. أول مرحلة هي البروليفريشن ستيج، ودي بتعمل فيها اتنين انقسام ميتوزي. انقسام ميتوزي أول بينتج عنه خليتين بنسميهم الدوتر سبرماتوجونيوم، وانقسام ميتوزي تاني بينتج عنه في النهاية يعني أربع خلايا، لأن كل خلية بتديني خليتين دوتر سيلز، فبينتج في النهاية أربع خلايا، كل خلية منهم شايلة نفس العدد الكروموسومات الأساسي اللي كان في خلية السبرماتوجونيوم، لأن ده انقسام ميتوزي. الخلايا اللي طلعت لي في الاخر ممكن برضه اسميها دوتر سبرماتوجونيوم، او زي ما الكتاب كاتب يعني ممكن اسميها برايمري سبرماتوسايت. كل برايمري سبرماتوسايت طلعت لي هتدخل مرحله جديده اسمها الجراس ستيج، بمعنى كل برايمري سبرماتوسايت هتكبر في الحجم، هتجمع تغذيه وتقعد تكبر 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 في الحجم وتطلع لي برضه برايمري سبرماتوسايت بعد الجراس ستيج. البرايمري سبرماتوسايت اللي لسه عدد كروموسوماتها 2n هتدخل لي مرحلة جديدة وهي مرحلة الماتوريشن، وبتنقسم لماتوريشن 1 وفيها خلية البرايمري سبرماتوسايت بتنقسم انقسام ميوزي وبتنتج لي خلايا، كل خلية منهم N، كل خلية منهم شايلة نص عدد الكروموسومات اللي في الخلية الأصلية، والخليتين اللي بيطلعوا لي من عملية الماتوريشن 1 اللي بتتم بالانقسام الميوزي بسميهم سكندري سبرماتوسايت. أوكي؟
وكل واحدة سكندري سبرماتوسايت بيحصل لها انقسام بسميه ماتيوريشن 2، وهو انقسام ميتوزي بالمنظر ده. ففي الاخر كل سكندري سبرماتوسايت بتنقسم ميتوزيا وتطلع لي خليتين سبرماتيد، فالمحصلة ان بيطلع لي في الاخر 4 خلايا سبرماتيدز. تمام، 4 خلايا سبرماتيدز. اهم ديفيجن ناخد بالنا منه هنا هو الريدكشن ديفيجن، او الانقسام اللي حصل فيه تقليل لعدد الكروموسومات، اللي هو فين؟ اللي هو في ماتيوريشن 1، ان البرايمري سبرماتوسايت عملت ميوزز وادت لنا السكندري سبرماتوسايت، هنا حصل تقليل لعدد الكروموسومات للنص. تمام، المهم كل سبرماتيد طلع لي في الاخر من مرحله الماتيوريشن هيمر بمرحله جديده بسميها الترانسفورميشن ستيج او الميتامورفوسيس، بمعنى ان كل خليه سبرماتيد هتبدا تتغير مورفولوجيا وتكتسب بعض الصفات الجديده، انها مثلا هيبقى عندها ديل طويل اللي هو الفلاجيلم، هتاخد شكل معين بحيث ان السبرماتيد يبقى سبرماتوزوان او سبرم، او يتحول لحيوان منوي. والمرحله دي اللي هي ترانسفورميشنال ستيج او الميتامورفوسيس بتكون بدون انقسامات خالص، لان هو بس تحول مورفولوجي لكل سبرماتيد عشان يبقى سبرم. كل المراحل اللي هي البروليفريشن والجروث وماتوريشن 1 وماتوريشن 2، كل المراحل اللي قبل الترانسفورميشنال ستيج بنسميها سبرماتوسايتوجينيسيس. سبرماتوسايتوجينيسيس الترانسفورميشنال ستيج، تحول السبرماتيد لسبرم، بنسميها سبرميوجينيسيس.